صباح الخير لجميع المتابعين. نهار اليوم تستمر الأجواء حارة في عموم مناطق المملكة، أجواء غير مستقرة أيضا في المنطقة الجنوبية الغربية، وتتكاثر الغيوم الركامية الرعدية خلال ساعات الظهيرة والعصر. تفاصيل أكثر نستعرض في هذه النشرة، ونبدأها بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال فترة الإفطار، حيث تكون الأجواء صافية مع 37 درجة مئوية، الملموس 34، الرطوبة منخفضة والرياح تكون معتدلة السرعة، وبالتالي الإفطار في الخارج سيكون ممتاز. التوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة لنهار اليوم نبدأ بالمنطقة الشمالية. تنشط الرياح في سكاكا وتثير الأتربة والغبار 38 إلى 25، عرعر 38 إلى 23، وتبوك فرصة ضعيفة لهطول زخات من الأمطار خلال ساعات الظهيرة والعصر مع 37 إلى 25 درجة مئوية. المنطقة الغربية نبدأ بالمدينة المنورة، تفرق لبعض الغيوم 39 إلى 28، جدة 34 إلى 30، مكة المكرمة زخات رعدية من الأمطار 42 إلى 29، والطائف 31 إلى 22 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية أيضا أحوال جوية غير مستقرة، فرصة لزخات رعدية من الأمطار خلال ساعات الظهيرة والعصر، أبها 26 إلى 18، الباحة 26 إلى 17، وجازان 35 إلى 29 درجة مئوية. المنطقة الشرقية الدمام 36 إلى 26، حفر الباطن 39 إلى 26، والإحساء 39 إلى 24 درجة مئوية. المنطقة الوسطى العاصمة الرياض طقس صافي 37 إلى 25، بريدة 36 إلى 24، وحائل 35 إلى 22 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.